ولا كنشوفوا عاد بعدا انا شحال هادو كنقول المنتخب اش كيستافد منه المغرب وهو كيعيط على الناس اللي عندهم 26 عام 27 عام 30 عام 34 عام. يعني راه خاصنا دراري صغار، خاصنا دراري يكونوا صغار، يعني جينيراسيون صغيره. يعني دابا هذا تخيل دابا الوداد كيمشيو لمنا سبعه اللعابه كيضربوا لك جوج لعابه تيتيلير ووازني، يعني الوداد هي اللي ضايعه والمنتخب ما مستافد والو. المغرب اصلا ما مستافد من والو ملي الدراري كيوصلوا لحد 30 عام، اش غتستافد منهم المنتخب الاخرين المنتخب الكبير؟ فهمتيني؟ وعموته عاق وعاق وعاق، راه ديما وداد ونعال الشيطان، راه بزاف راه بزاف، راه 3 سنين دابا خرجتي لينا على البطوله وعلى العصبه بسبب داري تواعتو. خويا انا رجاوي بعدا باش تعرف هاد المساله هادي، وليني راه حشومه بالنسبه للعموته معيط على سبعه اللعابه من الوداد وكعيط عليهم على الماتشات اميكال، الماتشات مهمين ما كعيطش عليهم. بغيتي دير غادي دي لاعب دي جوج باش تخلي الوداد تتنافس على الالقاب. هذاك العام ماش دات بطوله، خلا تنافس على الالقاب، راه باقي عندها العصبه، باقي عندها شحال من ماتش، باقي عندها ماتشات خايبين. والله الديبار ديال العام انت غادي دير لها سبعه لعابه باش غيلعبوا، ولا تعطب لها لعاب ولا جوج غادي يلعبوا، دي لعاب دي جوج. اما بالنسبه لك انت غادي بسبعه لعابه راه كيبان لي انا اخويا هذا انتقام. ما هو الا تحصيل حاصل لان الوداد في هذا المستوى هذا وبهذاك المستوى ديال ذوك اللعابه، شو طبيعي كان يعيط على سته ولا سبعه ولا اكثر، وانت كتشوف المردود ديالهم داخل المنتخب راه المساله واضحه، يعني ما كاينش شي تحيز ولا هذاك عموته مدرب كفء وكيعرف اش كيدير وكيعيط على اللعابه اللي هما في المستوى ديال المستوى اللي غادي يشرفوا الكره المغربيه ان شاء الله في كاس العرب. الوداد عنده محزون مخزون ديالها، لا في اللعابه الاجنبيين ولا في اللعابه ديالنا ما كاينش مشكل، كنظن ان شاء الله غنجيبوا حتى التاهيل من نجيبوا شي نتيجه ايجابيه من غانا ان شاء الله. هذا السؤال هذا راه كيتطرح مرارا وتكرارا، ماشي اول عام اللي غادي دي سبعه اللعابه او ثمانيه اللعابه. ها هو كمثال، انت عندك شامبيونز ليغ نهار الاحد، ها هو لاعب عندك تيتولار في الفرقه لاعب، ها هو التبليسه. الو الا غيبقاو يديروا بحال هكا والمنتخب المحلي باقي ما كيديروا عنده غير استعدادات وكنعيط على سبعه اللعابه نقصر الوداد ما كاين لاش اخويا.